إذا سمعت صوت الساعة اللي معي فعد خمس دقائق. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد الصلاة على الأخيرة القيمة الموجزة. لا لا، هذه ما هي تقريض، ما هي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين. بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية. فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله، وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان، فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا. فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا أول الشروع في هذه الرسالة الصغيرة لفظا الكبيرة معنى، ومضمونها اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى وفيما يتعلق بالأمر باليوم الآخر وما سيمر بك إن شاء الله. واعلم أن العلماء رحمهم الله قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. قسموه هذا التقسيم بناء على التتبع والاستقراء، واستئناساً بقول الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فإن هذه الآية الكريمة تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة. رب السماوات والأرض، هذا إيش؟ الربوبية. نعم، رب السماوات والأرض وما بينهما الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته أيضاً تبع هل تعلم له سميا، الأسماء والصفات، لأن معنى هل تسمع هل تعلم له سميا أي لا تعلم له نظيرا ومساويا في أسمائه وصفاته. وقد قال بعض الناس إن تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة بدعة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان من أمور الدين لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه بدعة. ولكن نجيب عن هذا فنقول إن أشياء كثيرة رتبها العلماء لم تكن مرتبة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يعدو أن يكون بياناً وتوضيحاً. فالذين قسموه إلى ثلاثة أقسام لم يأتوا بزائد ولم ينكروا ثابتاً، بل أتوا بما جاء به الكتاب والسنة، ولكن قسموه باعتبار اختلاف الناس فيه كما سيبين إن شاء الله. ولو أننا سلكنا هذا المسلك الذي سلكه هذا الشاذ لقلنا أيضا إن عد شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وأركان الحج وواجباته
ومحظورات وما أشبه ذلك لقلنا إنه من البدع. ونحن لا نذكر هذا متعبدين لله به، ولكننا نذكر هذا مقربين للعلم إلى طلابه، فهو إذن وسيلة وليس قصدا. فالصواب بلا شك أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وذكر الشروط والأركان والواجبات والمفسدات في العبادات كل هذا جائز، لأنه من باب إيش؟ من باب الوسائل والتقريب وحصل الأشياء لطالب العلم. ونحن نذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذكر الأشياء محدودة بالعدد، مثل سبعة يظلهم الله في ظله، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، وأشبه ذلك. وهذا نوع من التقسيم. أما توحيد الربوبية فلم ينكره أحد من الناس، لم ينكره أحد، كل من أقر بأن هذا الخليقة لها خالق فإنه لا لم ينكر إلا مكابرة، والمكابرة ما فيها فائدة. فمثلا فرعون أنكر أن يكون هناك رب، وقال لقومه يا أيها الملأ ما علمت لكم من الله غيري، ولكن هذا الإنكار إنكار باللسان، فهو جحد مع التيقن في القلب بأن الأمر خلاف ذلك. ودليل هذا قول الله تعالى وجحدوا بها إيش؟ واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني جحدوا بها ظلما وعلوا مع أن أنفسهم مستيقن بها. وقال موسى وهو يناظر فرعون قال له ما علمت، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يقول لفرعون، ولم ينكر فرعون هذا، فدل ذلك على أنه لا أحد يقر، لا أحد ينكر ربوبية الله عز وجل ممن يعتقد أن لهذه الخليقة خالق خالقا. وأما من أنكر بالكلية فهذا شيء خلاف الفطرة، وهؤلاء المنكرون لا يعتبرون من بني آدم ولا من ذوي الفهوم إطلاقا. أما توحيد الألوهية فقد أنكره أناس أذكياء عندهم عقل إدراكي لا عقل إرشادي، مثل المشركين كفار قريش أنكروا توحيد الألوهية مع إقرارهم بتوحيد الربوبية إقرارا كاملا، لكن توحيد الألوهية أنكروا وجعلوا مع الله إلها آخر. والذي بعثت من أجله الرسل وأنزلت من أجله الكتب هو هذا التوحيد. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إيش؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، أقر به المسلمون كلهم، لكن أنكره بعض طوائف من المسلمين، يعني ممن يقرون بتوحيد الألوهية وبتوحيد الربوبية أنكروا شيئا من توحيد الأسماء والصفات. فمنهم من عطل ومنهم من مثل. ولهذا انقسم الناس في باب الأسماء والصفات إلى ثلاثة أقسام: ممثلة ومعطلة، والثالث أهل حديث وسنة مثبتون على وجه اللائق بالله. فمن ثم اضطر العلماء إلى أن يقسموا التوحيد إلى هذه الأقسام ليبينوا للناس من خالف في هذا التوحيد ومن وافق. وعلى هذا فالأمة الإسلامية بأهل سنتها وأهل بدعها كلها أمة مسلمة ما لم تصل البدع إلى حد التكفير، ويقرون بتوحيد الربوبية وبتوحيد الألوهية، لكن خاضوا في الأسماء والصفات خوضا عظيما وافترقوا فيه فرقا عظيمة. لذلك اضطر العلماء رحمهم الله إلى أن يكتبوا في باب الأسماء والصفات ويبين للناس الحق فيها ما بين مختصر ومتوسط ومطول، حتى يستقر الحق في قلوب المؤمنين. ومن ذلك هذه الرسالة، يقول مؤلفها: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما الحمد لله
رب العالمين فقد أثنى الله بها على نفسه في قوله في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين كذلك أخبر الله بها في كتابه: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. بعده: فاصبر إن العاقبة للمتقين، مؤكدة بإن. وهذا يعني أن الإنسان يجب عليه أن ينتظر الفرج وأن يصبر ما دام متقيا لله عز وجل، فالعاقبة ستكون له. وإذا قلنا ستكون له، ليس المعنى أنه يجب أن يدرك هذه العاقبة في حياته، أبدا، مو شرط. قد تكون العاقبة له فيما يدعو إليه من الحق ولو بعد مماته. ولهذا نجد بعض الدعاة مات بالتعذيب ولم يذق حلاوة العاقبة التي أمر الله بها، لكن كان قوله من بعده موروثا عنه، فيكون قد ذاق طعم العاقبة التي للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالمين. العدوان هنا عدوان مكافأة وليس ابتداء، لأن العدوان الابتدائي إيش؟ ظلم، والظالم لا يفلح. لكن العدوان الذي هو ردع للظلم هذا يكون على الظالمين، كما قال الله تعالى: ولا فلا عدوان إلا على الظالمين. كل ظالم نعتدي عليه بمثل ظلمه، واعتداؤنا عليه ليس هذا من باب الظلم، بل هو من باب إزالة الظلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وقد سبق بيانها في الدرس الماضي ولا حاجة للتكرار. الملك الحق المبين، هو جل وعلا ملك وهو مالك. ولهذا جاءت قراءتان في سورة الفاتحة: ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. والقراءتان سبعيتان صحيحتان. وإذا ضممت أحدهما إلى إحداهما إلى الأخرى صار المعنى أنه ملك مالك، ملك ومالك. وأيهما أبلغ في الوصف؟ إن قلت ملك أخطأت، إن قلت مالك أخطأت، لأن المالك ملكه محدود. أنا أملك مالي وأملك التصرف فيه، لكن ليس لي سلطان الملك. الملك سلطته عامة ووصفه الملك والسلطان، لكن قد يكون هناك ملك بلا ملك، أي أنه ما ملك لكن ليس بمالك، أليس هكذا؟ نعم، يوجد حتى الآن في عهدنا من يسمى ملكا وهو ليس بمالك. مثل من؟ نعم، ملكة بريطانيا كما قال الأخ حجاج، هي ملكة لكنها ليس لها نصيب من الملك. كذلك أيضا يوجد بعض الملوك يكون قاصرا ضعيفا ويدبر المملكة سواه، فهذا ملك وليس بمالك. هناك مالك وليس بمالك، وهذا كثير. والله عز وجل ملك، ملك مالك، ولهذا جاءت القراءتان: مالك يوم الدين. من أسماء الله تعالى الملك، يعني ذو السلطة العالية العليا التي ليس فوقها سلطة وليس مثلها سلطة. الحق ضد الباطل، وهو الثابت الجدير بالأمر. والله تعالى ملكه، نعم، ألوهيته وربوبيته حق، وهو جدير بذلك جل وعلا. وضده الباطل، ودليل هذا قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وفي الآية الأخرى: وأن ما يدعون من دونه الباطل. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أيضًا سبق الكلام عليه في الدرس الماضي البارحة، خاتم النبيين. نعم، المبين. المبين هنا لها معنى البين والذي أبان،
وكلاهما صحيح. فالله تعالى حق بين لا يخفى على أحد، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ وهو أيضا مبين، مبين الحق، كما قال الله تعالى في آيات متعددة: قد بينا الآيات لقوم يعلمون أو لقوم يعقلون أو ما أشبه ذلك. وإنما قلنا إن مبين بمعنى بين، لأن أبان تأتي بمعنى بان، ومنه قوله أبان الصبح بمعنى بان الصبح وظهر. فلهذا جعلنا المبين تحتمل معنيين: البين، والثاني المبين. وأشهد أن محمد عبده ورسوله خاتم النبيين، خاتمهم أي آخرهم، فبه ختموا عليه الصلاة والسلام. ثم إن الخاتم أبلغ أيضا، أبلغ من الختم، لأن الخاتم كالطابع على الشيء، والطابع إنما يكون بعد التمام. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مع النبيين بمنزلة رجل بنى قصرا، فكان الناس يمرون به ويتعجبون منه، إلا موضع لبنة واحدة باقي لم يبنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا اللبنة، يعني وبه كمل البناء. فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ختم الله به النبوة، وهو كالطابع على نبوتهم. وعليه فمن ادعى أن أحدا من الناس يكون نبيا بعده فقد كفر بالله عز وجل، لأنه كذب القرآن. وإمام المتقين، إمام المتقين من هذه الأمة ولا من هذه الأمة وغيرها؟ من هذه الأمة وغيرها. ولهذا في المعراج لما أصي به صلى الله عليه وسلم صار هو إمام الأنبياء وصلوا وراءه، فهو إمام المتقين من هذه الأمة وغيرها. والمتقين هم الذين اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبق الكلام في الليلة الماضية على معنى هذه الجملة. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. الهدى العلم، العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. وبين نعم ودين الحق رحمة للعالمين، ودليل ذلك قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورحمة هذه مفعول من أجله، عاملها قوله أرسل، يعني أن الله أرسله ليرحم به العالمين، وهذا هو الواقع. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل فاتبعه عالم من الخلق فرحمهم الله به، وقدوة للعاملين، قدوة بمعنى أسوة. فهو صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وإمامنا وأسوتنا، وحجة على العباد أجمعين، هكذا جاء في عبارة كثير من العلماء: حجة على العباد أجمعين. وهذا يقتضي أن يكون الرسول مرسلاً حتى إلى الجن وحتى إلى الملائكة وحتى إلى جميع الخلق. ولكن إرساله للجن أمر معلوم، وإرساله للملائكة فيه نظر. ولهذا لو قيل بدل هذه العبارة: وحجة على من أرسل إليهم أجمعين، لسلمنا من هذا الإشكال، وهو أنه هل هو مرسل للملائكة أو لا. فالعبارة السليمة أن يقال: وحجة على من أرسل إليهم، حتى نخرج من هذا الإشكال. هكذا؟ لا، يوسف إيش قلنا؟ أو سافرت؟ نعم، أنت. نعم، إيه أنت؟
أحسن من على العبادة أجمعين. لماذا؟ لأننا ليس عندنا علم أنه أرسل إلى الملائكة، ليس عندنا علم، والملائكة لا شك أنهم من عباد الله. إذن فالأسلم في العبارة أن نقول إلى من أرسل إليهم أجمعين. بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم. بين من؟ الله عز وجل. وهذا من لازم كونه تعالى مبينا أنه بين بالرسول عليه الصلاة والسلام وبما أنزل عليه من الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة، بين كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من إلى آخر. وهذا أمر يعلمه من تتبع رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، أن جميع ما يحتاج الناس إليه في صلاح دينهم ودنياهم قد بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو ذر، استمع لهذه العبارة: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فقوله وما طائر يطير بجناحيه في السماء يعني معناه بين كل شيء. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد بين لكم رسولكم حتى القراءة؟ قال: نعم، كل شيء علم. ثم ساق سلمان رضي الله عنه لهذا الرجل المشرك: لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. وعلم الرسول كيف نلبس، كيف نخلع، كيف نقوم، كيف نقعد، كيف ننام، كل شيء. ما بقي شيء نحتاج إليه إلا بينه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شيئاً وتبين أن المصلحة في خلافه رجع. قدم المدينة ووجد الناس يلقحون النخل، يصعد الإنسان إلى الفحل وهو ذكر النخل، فيأتي منه بشماريخ يضعها في شماريخ النخل ثم تلقح وتكون تمراً جيداً. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد أنهم يعني يتكلفون بالصعود والنزول مرتين، مرة في الفحل ومرة في الأنثى، قال: لو أنكم تركتم هذا. قصدوا بهذا الإرفاق والتسهيل عليه، لو تركتم هذا. فظنوا أن هذا وحي من الله تركوه، فلما تركوه صار الثمر شيصا يعني فسد. فلما حصل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. وأذن لهم أن يؤبروا. هل رجع عما قال أولا؟ رجع عما قال أولا، لأنه إنما يبين الناس ما يحتاجون إليه وينفعهم. كل ما يحتاج الناس إليه فإنه أخبرهم به. وقد قال الله تعالى في كتابه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كل شيء مبين في القرآن. وذكر لي أو قرأته قديما ترجمة للشيخ محمد عبده المصري المشهور، أنه كان في باريس وكان في مطعم، والمطعم يضم المسلمين والنصارى واليهود وكل أحد لأنها بلد كفر. فجاءه رجل من النصارى وقال له: أيها الشيخ، إن كتابكم في هذه الآية ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فإن كنت مؤمنا بذلك فأخبرني كيف يصنع هذا الطعام، وهو سندويتش ورز ولحم وأشياء أخرى، أين هذا يوجد في القرآن؟ هل هذا موجود؟ قال: نعم، هذا موجود في القرآن. هذا النصراني يريد أن يكون القرآن كتاب مطبخ يعلم الناس كيف يطبخون. قال: موجود في القرآن. قال: أين هو؟ فنادى صاحب المطعم وقال: تعال، كيف صنعت في هذا الطعام؟
قصرت فيه كذا وكذا، وذكرت تحضير المواد وكيف تطبخ وكيف تصلح. قال هكذا في القرآن، يقول محمد عبده هكذا في القرآن. فتعجب النصارى، قال إن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه قاعدة في كل شيء، مو خاص بالعلم الشرعي، كل شيء لا نعلمه نسأل عنه أهله المختصين به. وهذا توجيه، فوجهنا القرآن أننا إذا لم نعلم الشيء نسأل أهل الاختصاص به. فسألنا هذا الرجل فأخبرنا، فبهت الذي كفر، ما يستطيع أن يقول شيئا. فإذا نبينا عليه الصلاة والسلام علم الناس كل شيء، هل علمهم ما يعتقدونه في الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله؟ الجواب نعم لا شك، هذا أولى ما علمهم وأوجب ما علمهم. كيف يعلمهم أن يجلس الرجل على الخراء على وجه معين ثم لا يعلمهم ما هي صفات الله عز وجل؟ ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في قول أهل التفويض، أهل التفويض يقول إذا جاءك آية أو حديث في صفات الله ففوض، لا تكلم فيه أبدا، وكن معه كالأمي. يقول رحمه الله إن قول هؤلاء من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، بل قال إن الفلاسفة لم يتسلطوا على المسلمين إلا بمثل هذا القول. لما قال هؤلاء نحن أميون بالنسبة لمعاني آية الصلاة وأحاديثها، قالوا يلا أنتم أميون، معنى الأمي أنه جاهل، وقالوا نحن أعلم منكم، إذن سنفسر الآيات والأحاديث على ما نريد، لأن نحن نقول نحن نعلم إن هذا المعنى، نعلم أن هذا معناها وهو محرف لا شك، لكن اللي يقول أنا أعرف المعنى خير من الذي يقول أنا لا أعلم، لأن الذي يقول أنا لا أعرف قد نادى على نفسه بأنه جاهل، وهذا يدعي أنه عالم فيقول إذن العلم عندي ما دمت أنت جاهل في معاني هذه النصوص، إذن العلم عندي ولا تستطيع أن ترد علي، لأن غاية ما عندك أن تقول لا أعلم، والذي لا يعلم ليس معه سلاح، فإذا كنت لا تعلم فأنا أعلم. المراد بهذا كذا وكذا، أعرفتم يا جماعة؟ مع أنه يوجد الآن في كتب من لا يعلمون مذهب السلف على وجه الحقيقة، يوجد في كتبهم أن السلف هم أهل التفويض، ولهذا جاء في كلامهم أهل السنة قسمان، أهل تفويض وأهل تأويل، ويعنون بأهل التأويل أهل التحريف الذي يقول استوى على عرش أي استولى، بل يداه مبسوطتان بل نعمتان، ويبقى وجه ربك ثواب ربك وما أشبه ذلك. قال أهل السنة قسمان، أهل تفويض وأهل تأويل، وهذا كذب. أهل السنة ليسوا أهل تفويض، بل أهل معرفة وعلم، لكن يفوضون ما لا يستطيعون الوصول إلى علمه وهو الكيفية، فيقول مثلا استوى على العرش، نعلم أن معنى استوى أي على العرش، لكن كيف كان ذلك ما نعلم. وهذا هو غاية الأدب مع الله عز وجل، أن ما لا يخبرك الله به من أمور الغيب يجب أن تكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته كل ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم، حتى إنه إذا تكلم بكلام يظن أنه مناسب ثم تبين أنه ليس كذلك رجع عنه، كما في قصة التأبير. ولكن بالمناسبة أخذ بعض العلماء ولا سيما المتأخرون المعاصرون، أخذوا من قوله أنتم أعلم بأمور دنياكم ما لا يحتمله النص، قالوا إن هذا شامل للتصرف وشامل للحكم، بمعنى أن نحن نعلم كيف نصنع الباب وكيف نبني البناء وكيف نشيد نعم نشيد ما نشيده من قصور وغيرها، نعلم هذا،
ونعلم أيضا حكم هذه الأشياء، حتى قالوا إذا كان الربا سببا لرفع اقتصاد الماء البلد فإنه جائز داخل في قوله أنتم أعلم بأمور دنياكم، وهذا غلط، لأن الأحكام مرجعها إلى من؟ إلى الله ورسوله، وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله. لكن الصنائع وكيف يصنع هذا وكيف يحول من 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 وجه إلى وجه، هذا نعم نحن أعلم به. ولهذا تجد يأتي إنسان لا يعرف الدين ولا يعرف العلم الشرعي يعرف كيف يصنع هذا مكبر الصوت، ويأتي إنسان عالم من أبرز العلماء في الشرع لا يعرف كيف يشغل هذا الجهاز، أليس كذلك؟ طيب، الأول أعلم بأمور الدنيا من العالم، والعالم أعلم بالشريعة من ذلك. فالحاصل أن بعض الناس يتوسع في مدلولات الألفاظ حتى يحمل اللفظ ما لا يحتمله، إما لجهل وإما لهوى، والله المستعان. نعم. قلنا أن خاتم النبيين من قال أن هنالك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. نعم. إن كان قال ذلك عن تأويل بمعنى خاتم النبيين بمعنى زينة الأنبياء فهل يكفر بذلك؟ أي نعم. ولو تأويل. ولو تأويل، بس يعلم من التأويل هذا خطأ. يعلم من هذا خطأ. وقد جاءت السنة صريحة غاية الصراحة بأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ختم بي النبيون، وقال لعلي بن أبي طالب حين خلفه في غزوة تبوك في أهله قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وهذا أمر معلوم بالضرورة من الدين، ما في إشكال. نعم. نعم. هم ينكرون بعض الأسماء، بعض الأسماء الرحمن أنكروه، حتى أنه في صلح الحديبية لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال لا ندري من الرحمن، وكانوا يقولون لا رحمن إلا رحمن اليمامة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اكتب باسمك اللهم كما اقترحوا مندوب قريش. نعم. كيف نجمع بين قول خاتم النبيين وبين خروج عيسى في آخر؟ نعم، عيسى عليه الصلاة والسلام لا أتي بنبوة جديدة، وعيسى قد بعث قبل محمد، لكنه يأتي مكملا لرسالة الرسول عليه الصلاة والسلام بإذن الرسول وإقراره، لأن الرسول أخبر بأنه لا يقبل إلا الإسلام، وأنه يضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، وكل هذا من شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. عبد الله عوض. ظهر يعني بعض من يلتسب إلى العلم بمناسبة يعني أنتم أعلم بدنياكم من ينكر حديث الذباب الذي يأمر بأنه إذا وقع فإن الإنسان يغمسه ثلاث مرات. لا، مرة واحدة. أو مرة واحدة. وجاء فريق آخر يريد يعني أن يرد عليهم وقال إن هذا حديث الذباب هو حديث صحيح لكن هذا من باب العادة التي لم يكن الرسول يعلمها، فهل تفسيره هذا صحيح؟ لا، هذا غلط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا معلل، قال في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أو دواء. وقد أثبت الطب الآن، أثبت الطب أن فيه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وأن في أحد الجناحين غدة، غدة صغيرة يعني يمكن لا تدرك ولا بالعين، غدة صغيرة لا تنفجر حتى يغمس الجناح الآخر ثم يزول ما فيها من الأثر، يعني كأنه داء ودواء كما جاء في الحديث. لا، هذا للإباحة، يعني لو أن الإنسان ما اشتهى هذا الشيء بعد أن غمس الذباب في اللبن لم يشتهيه ما يقال إنك عصيت. نعم. الشيخ قول ملك الحق. نعم. الحق من أسماء الله. إيه نعم، من أسماء الله.
لكنه لا ينبغي كما نفهم نسمع الآن في المتأخرين قال الحق قال الحق بدل قال الله، فإن الله أشرف الأسماء، فيقول قال الله كما جاء في القرآن كثيرا، قال الله تعالى قال الله، أما أن يقال الحق قال الحق فإنه لا يعطي الهيبة التي تعطيها قال الله. نعم انتهى الوقت. اي طيب تفضل. وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين الذين تبعوهم بإحسان، أقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعملوا عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا، فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق الظاهرين، لا يضرهم من حذرهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن العلماء قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ما هي؟ طيب، وسبق لنا أن من الناس من أنكر هذا التقسيم وقال إنه لم يرد، فما هو الجواب على ذلك؟ نعم. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، أورد بعض الطلبة أن من الناس من قال هناك توحيد الرابع وهو توحيد المتابعة، فما هو الجواب عن هذا؟ نعم. يعني الجهة منفكة. طيب، وقلنا إن الأولى أن يقال تجريد المتابع، بمعنى أن لا تتابع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يعبر عنه أو ما يعبر به شيخ الإسلام وابن القيم لهذا المعنى. هل هناك دليل يدل على أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة في كل شيء، في العقائد والأخلاق والمعاملات وغيرها؟ نعم. وما طائر يقلب جناحه في السماء. طيب، إلا ترك لنا منه علما. إن قال قائل ما الجواب عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم؟ نعم أنت يوسف. هذا في مسألة أمور الدنيا وفي أمور الأفعال الدنيوية، هل يجوز أن يسأل من هو لا؟ وأما في الشريعة. طيب، يعني في أمور الصناعة وما يتعلق بذلك نحن أعلم، لكن في أمور الشريعة وهذا حلال وهذا حرام. أكمل وأبلغ. أي، أفهمتم جوابه؟ يعني في أمور الصناعة والبناء وما أشبه ذلك نحن أعلم، لكن في أمور الشريعة وهذا حلال وهذا حرام أعلم به الله ورسوله. الرسول الله ورسوله أعلم. طيب، اشتبه هذا الحديث على بعض الناس في العصر الحاضر فأباحوا به. نعم. ها؟ لا، أباحوا بشيء معين. الربا. قالوا فيه مصلحة للبلاد. نعم.
وسموه الربا الاستثماري، وقالوا هذه البنوك كلها حلال لأن ما فيها ظلم. وهل يمكن أن نرد عليهم؟ نعم، كل الحكم في الربا عام وقد أتى الشرع بتحريمه، فلا يمكن أن يكون في مصلحة. نعم، وفي الحقيقة أننا لم نذكر مثالا يلقم هؤلاء حجرا، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتي إليه بتمر جيد فقال ما هذا؟ كل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا، لكن نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال هذا عين الربا، وأمر أن يباع التمر الردي أولا ثم يشترى بثمنه تمرا جيدا. فهنا هل في ظلم إذا أخذنا صاعا جيدا وأعطينا بدله صاعين رديئين قيمتهما كقيمة الصاع الجيد؟ ما في ظلم، ومع ذلك قال الرسول إنه علم الربا. والغريب أن هؤلاء الذين يطنطنون بأن الشريعة الإسلامية إنما رتبت العبادة فقط، والغريب أنهم يتجاهلون أن أطول آية في كتاب الله آية الدين، وكلها في المعاملات ما فيها شيء للتعبد، ثم يأتون يقولون إن الدين الإسلامي لا يراد به إلا ترتيب المعاملة مع الخالق عز وجل. نبدأ الآن الدرس. يقول: فصار على ذلك أمته الذين استجابوا لله والرسول، وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان. إيش؟ إيه نعم. طيب إيه نعم. من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية. العقيدة هي ما يحكم به الإنسان في قلبه، وقد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، يعني يحكم بقلبه في شيء على شيء، إن وافق الحق فهو صحيح وإن خالف فهو باطل. والفرق بين العقيدة والعلم أن العلم تدرك الشيء على ما هو عليه، تدركه على ما هو عليه، والعقيدة تعقد قلبك عليه وتثبته أو تنفيه. فالعقيدة أعم من حيث إنه قد يصيب الإنسان الحق الواقع وقد لا يصيبه، وأما العلم فإنه يصيبه قطعا، وهي أخص من حيث إن العلم إدراك والعقيدة حكم. ولهذا فسرها بعضهم بأن حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم هو العقيدة، فإن طابق فحق وإن خالف فإن طابق الواقع أو طابق الشرع في الأمور الشرعية فحق، وإلا فهي باطلة. فصار الفرق بين العقيدة والعلم أن العلم إيش؟ إدراك بلا حكم، وأما العقيدة فهي حكم. ثانيا أن العلم يطابق الواقع، والعقيدة قد تخالف الواقع، ولهذا قد تعتقد أن فلانا تاجر وليس بتاجر، أو عالم وليس بعالم، تعتقد أن هذا حرام وليس بحرام، لكن تعلم أنه حرام معناه أنه حرام، إذا مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة تقول حرام لأنها صريحة. فالعقيدة إذن هي حكم الذهن الجازم، فإن طابق إيش؟ فصحيح، وإن خالف ففاسد. استقامة الأعمال القويمة، الأعمال القويمة تشمل العبادات لأنها أعمال قويمة، كما قال تعالى دينا قيما. الأخلاق الفاضلة، الأخلاق ما يتخلق به الإنسان في معاملة الناس،
من اللين والبشاشة وما إلى ذلك. والآداب العالية ما يتأدب به الإنسان في نفسه بحيث لا يعمل أعمالاً تخل بالمروءة. فترك أمته صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. المحجة الطريق، والبيضة ضد السوداء وغيره من الألوان، فهي طريق أبيض نير لا يزيغ عنه إلا هالك. فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله، وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان. خيرة الخلق طبعا بعد الأنبياء، لأن أفضل الخلق هم الأنبياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. والأصناف الثلاثة بعد النبيين كلها موجودة في الصحابة، ففيهم الصديق، وفيهم الشهيد، وفيهم الصالح، فهم خيرة هذه الأمة. فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا. فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذا كما حدث به النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فما هو أمر الله؟ أمر الله سبحانه وتعالى هو الأمر الكوني الذي يقضي بفناء كل أهل الخير حتى لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكما ثبت عنه أنه قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله. فيفنى المؤمنون كلهم ولا يبقى إلا شرار الخلق. فالمراد إذن بأمر الله الأمر الكوني الذي فيه فناء الصالحين. ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون، وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون. هذا خبر عن عقيدة المؤلف، وليس من باب التمدح، وإن كان الإنسان مأمورا بأن يثني على الله عز وجل ويحدث بنعمته كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. فيقول نحن على آثارهم سائرون وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة. وقول المؤيدة بالكتاب والسنة هذا وصف كاشف وليس وصفا مقيدا، لأن سيرة أولئك القوم كلها مبنية على الكتاب والسنة، وهذا من حيث الجملة. وإن كان بعضهم قد يخطي فلا يصيب السنة، لكن من حيث الجملة هم مصيبون لأنهم على الكتاب والسنة. نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن. إنما قال المؤلف ذلك لئلا يقال إنه يفخر بنفسه أن كان على سيرة هؤلاء، فهو يقول من باب التحدث بنعمة الله وكذلك بيان ما يجب أن يكون عليه كل مؤمن. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدة إلى آخر عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة. قول على سبيل الاختصار، يقول علماء المختصر هو الذي قل لفظه وكثر معناه، لأن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إطناب واختصار واقتصار. الإطناب أن يزيد اللفظ على المعنى، والاقتصار أن يكون اللفظ مساويا للمعنى، والاختصار أن يكون اللفظ أقل من المعنى، بمعنى أن يكون ألفاظا قليلة ولكنها تحمل معاني كثيرة. يقول فالعقيدة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يعني أركان الإيمان الستة. وعلى هذا فيكون هذا الكتاب متضمنا لذلك،
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم شرع المؤلف ببيان ذلك على التفصيل فقال: عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وسائلا الله، أي سائل الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده. عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا مجمل مجمل العقيدة. ولهذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية وبنى كتابه على ذلك. هذه عقيدة مجملة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ودليل هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: أخبرني على الإسلام، فأخبره، ثم قال: أخبرني على الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فنؤمن بربوبية الله، يعني هذا التفصيل إذا قيل كيف الإيمان بالله، نؤمن أولا بربوبية الله تعالى، أي بأنه الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. هذه الربوبية تتضمن ثلاثة أشياء: أولا الخلق، فالله تعالى خالق كل شيء. ثانيا الملك، فالله تعالى مالك كل شيء. ثالثا التدبير، فالتدبير كله لله. هذه هي الربوبية. أعيدها مرة ثانية: الخلق، والثاني الملك، والثالث التدبير. دليل هذا قول الله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر. الخلق واضح، والأمر هو التدبير، ودليل الملك قوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض. فهذه الأمور الثلاثة هي معنى الربوبية. فإن قال قائل: أليس الإنسان يوصف بالربوبية؟ فيقال: رب الدابة ورب البيت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة: دعها، قصدي في الضالة، قال: دعها فإن معها سقاها وحذاها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وقال في الحديث: أن تلد الأمة ربها، كما في بعض ألفاظ البخاري. فالجواب أن نقول: الربوبية المضافة إلى المخلوق ليست كالربوبية المضافة إلى الخالق. وهذا كما أن الإنسان له سمع والله له سمع، ولكن يختلف معنى السمع بالنسبة للخالق والمخلوق، كذلك الربوبية. الملك، لو قال قائل: أليس قد أثبت الله الملك للمخلوقات؟ الجواب: بلى، كما قال الله تبارك وتعالى: أو ما ملكتم مفاتحه، أو ما ملكت إيمانه. ولكن يقال الفرق عظيم: ملك الله سبحانه وتعالى تام شامل، يعني يفعل في ملكه ما شاء، شامل لكل شيء سوى الله. ملك الآدمي قاصر مقيد فلا يملك كل شيء. ثم ملك للشيء ليس ملكا مطلقا يفعل ما شاء، بل هو مقيد بالشرع، ولهذا نهي عن إضاعة المال، ونهي عن إفساده، ونهي عن بعض التصرفات المحرمة التي يريدها الإنسان لكنه لا يستطيع، ممنوع منها. والثالث التدبير، أليس للإنسان تدبير؟ بلى، يدبر، لكن هل هو مثل تدبير الله؟ أبدا، الله تعالى يدبر الأمر في كل شيء، وأما الإنسان فتدبيره خاص بنفسه أو بملكه الذي يملكه. طيب، إذن نؤمن بربوبية الله تعالى، أي أنه الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. طيب، الدليل على أنه المالك: ولله ملك السماوات والأرض،
على أنه منفرد بالخلق والتدبير، ألا له الخلق والأمر. ونؤمن بألوهيته، أي أنه لا إله، أي أنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل، وهذا توحيد الألوهية. والإله بمعنى المألوه، فهو فعال بمعنى مفعول، وفعال بمعنى مفعول ترد كثيرا في اللغة العربية، مثل غراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني، وفراش بمعنى مفروش، فإله بمعنى مألوه. فما معنى المألوه؟ معناه المعبود تذللا ومحبة، هذا هو المألوه، المعبود تذللا ومحبة. قد يعبد الإنسان الشيء لكن لا، ليس تذللا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، لكنه ليس تذللا وتعبد الله تعالى وتعبد له ومحبة، لكن تعلق قلبه به جعله كالعابد له. طيب، قلنا الإله بمعنى إيش؟ وهو المعبود تذللا له ومحبة. كل معبود سواه فإنه باطل، ودليل هذا قوله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ما يعبد من دون الله فإنه إله، لكنه إله باطل، مجرد تسمية، كما قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها. والدليل على أنها آلهة أن الله سماها آلهة، فقال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر. لكنها ألوهية باطلة، مجرد اسم، ولهذا قال: وما سواه باطل. فما هو الدليل على هذه الجملة؟ الدليل قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نؤمن كذلك بأسمائه وصفاته، أي بأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. نؤمن بذلك لأن الله تعالى قال: ولله الأسماء الحسنى، فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى فنؤمن بذلك. نؤمن بصفاته العليا لأن الله تعالى قال: ولله المثل الأعلى، والمثل بمعنى الوصف. والدليل على أن المثل بمعنى الوصف قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن إلى آخر، مثلها أي وصفها. إذن نؤمن بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا، والدليل ما ذكرنا لكم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أما الصفات العليا فلقوله تعالى: ولله المثل الأعلى، والأعلى كما تعلمون اسم تفضيل، فصفات الله تعالى أعلى ما يكون من الصفات. طيب، إذا قال قائل: ما الفرق بين الأسماء والصفات؟ قلنا: الفرق بينهما أن الأسماء تسمى الله بها، وأما الصفات فوصف الله بها نفسه. والصفات أعم من الأسماء، لأن كل اسم متضمن للصفة، وليس كل صفة متضمنة للاسم. ولهذا نصف الله بأنه صانع، كما قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. لكن هل نسميه بأنه الصانع؟ لا. كذلك أيضا نصف الله تعالى بأنه يستهزئ بالمنافقين، لكن هل نسميه المستهزئ؟ لا. كذلك نصف الله بأنه يمكر بمن مكر به وبأوليائه، ولا نسميه الماكر. فالصفة أعم من الاسم، إذ كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة متضمنة لاسم. إلى آخر إن شاء الله. انتهى الدرس؟ نعم. على الله عالم، ونقول عالم.
لا نقول العليم ونقول عالم بكل شيء، عالم بكل شيء، لأن العليم أبلغ من العالم، لكن نخبر عنه بأنه عالم لكن لا نسميه بهذا. نعم، القسم بصفة الله يجوز، وقد جاء ذلك في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ومقلب القلوب. وكذلك أيضا: والذي نفسي بيده، وما أشبه ذلك. فيجوز أن تقول: وعزة الله وقدرة الله. والله تعالى أخبرنا أن الشيطان قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وهذا قسم، بدليل أن جوابه قرن باللام ونون التوكيد. فيجوز أن تقسم بكل صفة من صفات الله، لكن بكل صفة معنوية. فلا يجوز أن تقول: ويد الله. أما وجه الله فإنه لما كان يعبر بالوجه عن الذات صح أن تقسم بوجه الله، فتقول: أقسم بوجه الله لا أفعلن كذا، لكن لا تقول: أقسم بيد الله. أما الصفات المعنوية فلا بأس، أقسم بعلم الله، أقسم بحياة الله، هذا يجوز. نعم، نعم، هو أصل الصفة ما قام بالموصوف، والإخبار ما أخبر به عن الشيء، والخبر قال العلماء إنه أوسع من الاسم، الخبر أوسع من الاسم، إذ يجوز أن تخبر عن الله تعالى بكل ما لا ينافي كماله ولكن لا تسميه به. نعم. شيخ حفظكم الله، اشتهر عند الناس أنهم يدعون الله بهذين الاسمين، يا حنان يا منان، هل هذا له عليه؟ أما يا منان فثابت، وأما يا حنان فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى الله بالحنان. كيف يرد عليهم شيخ؟ يرد عليهم وقال: لا تقل يا حنان، قل يا منان يا بديع السماوات والأرض. نعم. نعم. لا، أو ليس مشتق من الصفة. العليم مشتق من العلم، ولهذا القول الصحيح عند النحويين أن الأصل هو المصدر، والفعل مشتق منه، واسم الفاعل مشتق منه، واسم المفعول مشتق منه. نعم. نعم نعم، الفرق بينهما أنك إذا قلت لا معبود حق إلا الله صار هذا أوفق للقرآن، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه لا يحتاج إلى تقدير، لأنك إذا قلت لا معبود بحق فالجار المجرور خبر متعلق بمحذوف، الجار المجرور متعلق بمحذوف، تقديره لا معبود كائن بحق. أما إذا قلت لا معبود حق فإن الخبر هو الموجود ولا نحتاج إلى لا تقدير. لكن لو قلت لا معبود موجود يصح؟ نعم. لماذا؟ لأنك إذا قلت لا معبود موجود إلا الله صارت الأصنام كلها هي الله عز وجل، وهذا منكر عظيم. انتهى الوقت. أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيا. نؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. ونؤمن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق أننا نؤمن بربوبية الله وبألوهية الله وبأسمائه وصفاته، أي بأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا. وبينا معنى الحسنى، يعني التي بلغت في الحسن أكمله، والعليا أيضا كذلك أن الذي بلغت الوصف الأعلى، واستدللنا لذلك. طيب، يتفرع على هذا الذي قلنا أنه لا يوجد، نبدأ باسم الدرس، نبدأ الدرس من الآن. يتفرع على أن الأسماء التي أثبتها الله نفسه كلها حسنى أنه لا يوجد في أسمائه اسم جامد لا يدل على صفة أبدا، لا يوجد في أسماء الله اسم جامد لا يدل على صفة، لأن الاسم الجامد ليس فيه معنى فضلا عن أن يكون معنى حسنا. مثال الجامد مثل أسد، أسد ما اسم جامد. كذلك أيضا ربما نسمي بعض الناس خالد، خالد، هل صحيح أن هذا الاسم متضمن للصفة؟ لماذا؟ لأن الله يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. ربما نسمي شخصا عبد الله وهو من أفجر عباد الله فليس عبد الله، ربما نسمي شخصا محمد وهو مذمم ليس عنده خصلة حميدة، لكن أسماء الله متضمنة إيش؟ للمعنى. ولهذا قيل إن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، إن أسماء الله أعلام وأوصاف، كل اسم فهو علم باعتبار دلالته على الذات، وهو أيضا صفة باعتبار دلالته على المعنى. أفهمتم الآن؟ نعم. نقول إن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فباعتبار أن هذا الاسم دال، أن هذا الاسم دال على الله يكون علما، وباعتبار دلالته على المعنى يكون صفة. طيب، هل يدخل في ذلك اسم الله؟ نعم يدخل في هذا، بل هو أولى ما يدخل وأول ما يدخل، مع أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن الله ليس بمشتق بل هو مجرد علم، فنقول سبحان الله، إن الله يقول ولله الأسماء الحسنى، كيف تقول إنه مجرد علم؟ وهذا أولى ما يكون وأول ما يكون من الأسماء التي هي حسنى. فمن أين، فما هو المعنى المشتق الذي يدل عليه الله؟ الألوهية، الألوهية، وهذا كافي. أما الصفات فكلها عليا، ولهذا لا يوصف الله تعالى بصفة فيها ذم إطلاقا، كل صفات الله منزهة عن الذم، عن الذم والقدح، كلها حسنى. نعم كلها عليا. وبينا الدليل أمس بأن بقوله تعالى ولله المثل الأعلى. طيب، فإذا قال قائل هل يوصف الله بأنه متكلم؟ هل يوصف بأنه متكلم؟ نعم يوصف، لكن لا يسمى بأنه متكلم. لماذا؟ لأن الكلام في حد ذاته صفة عليا، لكن باعتباره اسما لا يصح أن يكون اسما، لأن المتكلم قد يتكلم بخير وقد يتكلم بشر أو بما ليس خيرا، وكلام الله تعالى منزه عن ذلك، لذلك لم يأت اسما من أسماء الله. طيب، مريد يوصف الله به؟ نعم يوصف الله به، لأن الله تعالى قال فعال لما يريد. لكن هل يسمى الله به؟ لا. لماذا؟ لأن الإرادة تكون إرادة خيرا وتكون غير خير، شرا أو لا خير ولا شر، والله سبحانه وتعالى منزه عن إرادة لا خير فيها، كل ما أراد، كل مراد الله، بل كل إرادة الله خير، كل إرادة الله خير. وأما مراده، انتبه، الإرادة كلها خير،
والمراد فيه خير وشر، صح؟ الإرادة خير والمراد فيه خير وشر. فمثلا كل مخلوق فهو بإرادة الله، وهل كل المخلوقات خير؟ أجيبوا يا جماعة، لا، في المخلوقات ما هو شر كالسباع والهوام وما أشبهها، لكن إرادة الله لها لا شك أنها خير، أن الله لم يخلقها إلا لحكمة عظيمة. طيب، له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، وربما يأتينا إن شاء الله قواعد في هذا الأمر مهمة إن شاء الله نتكلم عليها. ونؤمن بوحدانيته في ذلك، في ذلك المشار إليه الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فنؤمن في ذلك أي أنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، لأنه لا يمكن توحيد إلا بهذا، للتوحيد ركنان لا بد منه: إثبات الحكم للموحد ونفيه عما سواه. ولهذا نقول التوحيد لا بد فيه من ركنين: نفي وإثبات. وذلك لأن النفي عدم محض، والإثبات لا يمنع المشاركة، كلام عربي. النفي عدم محض، والإثبات لا يمنع المشاركة. فإذا قلت لا قائم في البيت، لا قائم في البيت، هذا نفي محض، إذن هو عدم ولا وجود؟ عدم، ما في قائم بالبيت. وإذا قلت فلان قائم في البيت، هنا أثبتنا قياما في البيت، لكنه لا يمنع المشاركة، قد يكون فيه آخر قائم غير فلان. وإذا قلت لا قائم في البيت إلا فلان، هنا صار التوحيد، وحتى فلانا بالقيام، فنفيت القيام عن غيره وأثبته، وأثبته له. فانتبهوا أنه لا يمكن توحيد إلا بنفي وإثبات. طيب، فإذا نوحد الله عز وجل في ألوهيته، في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ولهذا جاء كلام العلماء في مسألة الصفات أننا نؤمن بها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم، قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض أي خالقهما ومالكهما ومدبرهما، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر. السماوات والأرض وما بينهما، ذكر الله ما بينهما على أنه عديل للسماوات والأرض، وكان الإنسان بالأول يتصور أنه ليس بين السماء والأرض إلا أشياء لا تنسب للسماوات والأرض في العظمة والقوة، لكن بعد أن ترقى الناس بالعلم، علم الكون، تبين أن بين السماء والأرض أشياء يحق أن تكون عديلة للسماوات والأرض. يعني تجدون في القرآن الكريم خلق السماوات والأرض وما بينهما، كيف نص على ما بينهما مع أنه فضاء ولا نشاهد إلا نجوما وقمرا وشمسا؟ نقول بين السماء والأرض من مخلوقات الله العظيمة ما يقتضي أن يكون معادلا إيش للسماوات والأرض. ولهذا أن تجد الناس، تجد الناس الآن كل وقت يطلعون على أسرار في الكون بين السماء والأرض لم يعلم الناس عنها من قبل. وقول فاعبده واصطبر لعبادته، اعبده أي تذلل له امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، واصطبر لعبادته أي اصبر، لكن اصطبر
أبلغ من اصبر، لأن اصطبر أصلها اصطبع بالتاء، لكن قلبت التاء طاء لعلة تصريفية، والاصطبار تدل على معاناة الصبر، تدل على المعاناة، فهي أبلغ من كلمة اصبر. وقوله هل تعلم له سميا، هذا نفي بمعنى النهي، يعني لا تعلم له مضاهيا ونظيرا، وذلك لكمال صفاته. ذكرنا فيما سبق أن هذه الآية اشتملت على أقسام التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الربوبية واضح، رب السماوات والأرض وما بينهما. الألوهية فاعبده واصطبر لعبادته، لأن هذا القسم من التوحيد يطلق عليه توحيد الألوهية وتوحيد العبودية، فهو باعتبار باعتبار الإنسان توحيد عبودية، وباعتبار الله عز وجل توحيد ألوهية. أما هل تعلم له سميا فهذا فيه توحيد الأسماء والصفات. وقال ونؤمن بأنه الله إلى آخره. نحن في هذا الكتاب جعلنا الحكم هو الدليل، جعلنا الحكم هو الدليل، ولهذا نحرص على أن يكون كلامنا هو نفس الدليل، هو نفس الدليل. فهنا آية الكرسي تضمنت أسماء وصفات، لم نقل نؤمن بأنه الله الحي القيوم وما أشبه ذلك، ولكننا سقنا الآية، فصار الآن الحكم داخل الدليل. نؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله مبتدأ وجملة لا إله إلا هو الحي القيوم، صفة خبر المبتدأ، وما بعده أخبار متعددة. لا إله إلا هو جملة خبر مبتدأ، الحي خبر ثاني، القيوم خبر ثالث، لا تأخذه سنة ولا نوم خبر الرابع إلى آخر السورة، إلا قوله وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو، معنى لا إله إلا هو أي لا معبود حق إلا هو. الحي القيوم، ال هنا للشمول والعموم والكمال، يعني ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. فالله عز وجل حي أزلا وأبدا، لم يسبق حياته عدم ولا يلحقها فناء. قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وسيأتي إن شاء الله هذه الآية في محلها. طيب، كلمة الحي قلنا إنها الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، وهي أيضا كاملة، أي متضمنة لمعنى الحياة الكامل من كمال الصفات، لأن الحياة قد تكون ناقصة. أرأيت حياتنا نحن ناقصة حيث أنها سبقت بعدم وملحوقة بفناء، ثم نفس الحياة الوجودية ناقصة، الإنسان يعتريه المرض في بصره، في سمعه، في عقله، في بدنه، ناقصة، لكن حياة الله لا يعتريها نقص، فهي حياة كاملة من كل وجه. وقول القيوم وزنها من حيث التصريف فعيول ولا فيعول؟ فيعول، فهو قائم بنفسه قائم على غيره. قال الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هذا يدل على أنه قائم إيش؟ قائم على غيره. وقال تعالى وهو الغني الحميد، الغني معناه أنه قائم بنفسه غير محتاج لغيره عز وجل، فهو القائم القيوم. إذن القائم بنفسه، إيش بعد؟ القائم على غيره، فهو قائم بنفسه مستغن عن كل أحد وغيره مفتقر إليه، لقول الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب.
بما كسبت. طيب، هو قال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه أي لا تغلبه سنة وهي النعاس، والنوم واضح معروف، وإنما انتفى عنه السنة والنوم لكمال حياته، لأن النوم لا يحتاج إليه إلا من كان ناقص الحياة. والدليل على ذلك أن النوم يكون راحة لما مضى ونشاطا لما يستقبل، كلما تعب الإنسان يحتاج للنوم. فالله عز وجل لكمال حياته لا تأخذه سنة ولا نوم. وهل يمكن أن نقول وكمال قيوميته أيضا؟ نعم، ويمكن أن نقول وكمال قيوميته، لأنه إذا كان قائما على كل شيء لازم من ذلك أن لا ينام. لو نام فمن الذي يقوم على الخلق؟ إذن هذا النفي لا تأخذه سنة ولا نوم متضمن لكمال حياته وكمال قيوميته. فإن قال ندع الفوائد بعد: له ما في السماوات وما في الأرض. له خبر مقدم وما مبتدا مؤخر، وفي السماوات والأرض يعني ما كان فيهما، وتقديم الخبر يدل على الحصر، أي أن ما في السماوات والأرض لله لا يشاركه فيه أحد. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع؟ من هذه اسم استفهام، والاستفهام هنا بمعنى النفي، وذا زائدة، والذي خبر مبتدأ، يعني من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طيب، لو قال قائل: أليست ذا إذا أتت بعد الاستفهام تكون اسما موصولا كما قال ابن مالك: ومثل ذا ما بعد ما استفهام، أو من إذا لم تلغى في الكلام؟ قلنا بلى، لكن إذا جاء اسم الموصول بعدها تعين أن تكون ملغاة. وهنا أتى بعد اسم الموصول ولا لا؟ يعني لو كان تركيب الآية: من ذا يشفع، من ذا يشفع، لقلنا ذا هنا إيش؟ اسم موصول. لكن لما قال من ذا الذي، تعين أن نجعل ذا ملغاة. فإن قيل: ألا يصح أن تكون ذا اسما موصولا والذي أيضا اسم موصول، ويكون هذا من باب التوكيد اللفظي؟ وبمالك: ومام التوكيد اللفظي يلي يجي مكررا كقولك ادرجي ادرجي. قلنا: يمكن، لكن يضعفه اختلاف اللفظ، لأن الأول إيش؟ ذا، والثاني الذي، فهو يضعف كونه توكيدا لفظيا. على كل حال هذا يعني بحث لغوي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يشفع، الشفاعة جعل الشيء، جعل الوتر شفعا، يعني الواحد يجعل اثنين والثلاثة أربعة، وهي في اللغة التوسط للغير، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. عرفتم؟ التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فإذا توسطت لشخص بأن يبذل له إنسان مالا فهذا توسط إيش؟ بجلب منفعة. ولو توسطت لإنسان عليه دين لشخص وقلت لصاحب الدين: لا تحبس هذا المدين،
فهذا لدفع المضر. طيب، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة؟ نعم. وشفاعته في أهل الموقف أن يريحهم الله منه، هذا في دفع المضر. طيب، من ذا الذي يشفع عندهم إلا بإذنه، يعني إلا إذا أذن، والإذن هنا إذن كوني، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الجملة هذه خبر لقوله الله مكرر، يعلم ما بين أيديهم، أيدي من؟ الخلق، وهو مستفاد من قوله له ما في السماوات وما في الأرض. وقوله يعلم ما بين أيديهم المراد به المستقبل والحاضر، وما خلفهم إيش؟ الماضي. وعلى هذا يكون علم الله متعلقا بالماضي فلا ينساه، ومتعلقا بالمستقبل فلا يجهله. وهكذا علم الله عز وجل علم بالسابق وعلم باللاحق، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لما بيّن أنه سبحانه وتعالى يعلم الحاضر والماضي والمستقبل بيّن علم الناس. هل علم الناس كعلم الله الشامل؟ لا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولهذا نحن لا نعلم من الغيب إلا ما علمنا الله عز وجل، فالغيب مجهول لكل أحد. وقوله من علمه، ما معناها؟ هل هي بمعنى ولا يحيطون بشيء من علم نفسه إلا بما شاء؟ بمعنى أننا لا نعلم شيئا عن الله إلا بما علمنا، فتكون الآية كقوله تعالى ولا يحيطون به علما. أو أن علم هنا بمعنى معلوم، أي لا يحيطون مما يعلمه بشيء إلا بما شاء. نعم، ذكرنا بارك الله فيكم فيما سبق ونذكره الآن، أن النص من القرآن والسنة إذا كان يحتمل معنيين على السواء ولا ينافي أحدهما الآخر فإن الواجب حمله على المعنيين جميعا. فنقول الناس لا يحيطون بشيء من علمه، أي لا يعلمون عن شيء منه جل وعلا من أسمائه وصفاته إلا بما شاء. كذلك أيضا لا يحيطون بشيء من معلوماته إلا بما شاء، وذلك لنقص علم الخلق وكمال علم الله عز وجل. وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع بمن أحاط. والكرسي قال ابن عباس رضي الله عنهما إنه موضع قدمي الله عز وجل، وهو بالنسبة للعرش أصغر بكثير. ولهذا جاء في الحديث ما السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. حلقة إيش؟ حلقة الدرع، وهي حلقة صغيرة ضيقة. ألقها يا عبد الله عوض، ألقها في فلاة من الأرض، كم تسع من الأرض؟ أين تضيع فيها؟ ليس بشيء. قال وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. فالكرسي إذن